فرصه كبيره جدا انك انت تجيب هدف باذن الله تعالى. طيب برضه يا كابتن، مهم جدا انه او من المعروف ان مثلا فريق زي فريق الهلال بيلعب دايما من على الاطراف وبيعتمد على الكرات العاليه والعرضيه علشان حد يخش يلعب بدماغه. ايوه دايما بيبقى اللي جاي من ورا. طريقه اللعب دي تتناسب مع الاربعه ولا ممكن يلعب بخمسه؟ لا هو بالنسبه لنا احنا لا بالنسبه لنا احنا اعتقد انه منعم اذا كان محمود متولي هيلعب اعتقد لما نام متولي كويس لا ومريحه يعني بعد خيارات بقى يعني هو يختار بعد ماتش ريال مدريد مريحه زي كهربا وزي شادي وزي سافيو مجموعه كبيره جدا ما لعبهاش و القندوسي اعتقد برضو في هل ممكن يبقى ليه دور؟ ممكن يبقى ليه دور في الشوط الثاني مش هيبدا بيه لا وطبعا في على الرغم ان هو عنده خبره في دوري ابطال افريقيا لسه جاي كابتن من بطوله افريقيا المحليين لعب كل الماتشات ولعب اخر ماتش صحيح ولعب اخر ماتش مع السنغال فجاي فيت جاهز هو بس السنه اللي فاتت سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا عنده الخبره الافريقيه وعنده الخبره بالملاعب ديت هو مجرد بس عمليه الانسجام ما بينه وما بين هيلعبوا فين؟ هيلعبوا تحت راسين الحربة ولا هيلعبوا على الطرف؟ فبرضه دي مش هيبدا بيه في ماتش مهم زي ده. وبرضه عمليه زي ما بنقول لحضرتك دايما صناعه النجم علشان اصنع نجم واخلي فيه قبول عنده زي ما عمل مع كريستو، عمل ايه في ماتش احنا كسبانينه راح مديله ربع ساعه او ثلث ساعه. فالناس تقبلته. فانت برضه كمدير فني عايز الصفقه اللي انت جايبها تنجح. هتنجح ازاي؟ تقدمها على صينيه كده فيها ورد جميله فانت بتديله في توقيت تبقى انت مثلا كسبان 2 3 ولا حاجه وتروح دافع بيه اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق مع عمليه الانسجام اللي موجوده في التدريب اذا كان برضو فيه فرصه وان كانت الفتره اللي جايه هتبقى صعبه نعمل ماتشات وديه الناس اللي هي عايزه نوع من الانسجام ما بين الخطوط اذا في فرصه يبقى تتعمل حتى لو العب مباراه مع قطاع الناشئين العب هاف تايم ولا حاجه مع فريق 2001 يبقى برضو فرصه جيده لكن برضو في حاجه مهمه جدا ال11 اللي هيلعبوا في ماتش الهلال لابد يبقى التوقيت بتاع اللعب بتاعنا لمسه ولمسه ولعب عشان تلعب الساعه 3 يعني يعني عشان ده هيفرق برضو يا كابتن هيفرق قوي هو الجو طبعا هيبقى فيه حراره طبعا اللي انا قصدي عليه انه لو في فرصه ان انا حد هيلتحم مني ويبقى في عنف مش هديله الفرصه دي اوكي يعني الكره وهي بتتلعب لي لمسه ولعبه لمسه ولعبه هيفضل بقى يجري وبعدين في برضه حاجه مهمه جدا في غايه الاهميه وهنا عمليه الاستحواذ يبقى فيها صبر اوكي يعني خط الظهر هي الكره معانا مفيش استعجال مفيش واحد يروح مقرر بقى يروح واخدها وعاملها طويله لا الملعب كويس واحنا راجعين كويس وعدينا بطوله مهمه العمليه الاستحواذ ايه الغرض من الاستحواذ ان انا من النهايه بفتح جبهه اقدر اخترقها مش هتحصل بالاستعجال اعمل عمليه الاستحواذ علشان الراجل اللي بيجري ورا الكوره ده يحصل له نوع من انواع الاحباط وهي بتتعمل وفي صبر ولازم كلنا ك11 لعيب يبقى كلنا عندنا الصبر وبعدين ببان لزميلي دايما في الملعب يبقى فيه دايما مثلثات يعني انت حضرتك معاك الكوره في الهاف رايت معاك الجناح راس الحربه بيجي يبقى مشكل راسين حربه او مثلثين مقلوبين فدي عمليه بتبقى مهمه جدا عمليه اللمسه واللعبه وبنقرب لبعض واللمسه ولمسه ولعبه دي بتعمل ايه اولا الى جانب بتعب الاحباط الى جانب بتعمل نوع من انواع الترابط الى جانب بجد الثغره اللي انا ممكن اخترق منها مندفع من الخلف وانا بحضر لقيت حمدي رايح تروح ملعب باله كهربا راح قاطع ما بين السردباكين او شادي تروح ملعب باله فالغرض من الاستحواذ هو ده مش الاستحواذ لغرض الاستحواذ لا فطبعا بيبقى احيانا بنلاحظ الناس عامله استحواذ وعامله جيم كويس قوي وبعدين تيجي عند لاعب معين يروح واخد قرار انه يلعبها عكسيه الناحيه الشمال طب الناحيه الشمال الناحيه الشمال ما فيهاش حد انت بتديها ناحيه الشمال ليه؟ لا ما انا انقل وارجع للسرد باك بتاعي لحد ما زمايلي يروحوا مع الجبهه الشمال علشان يعمل عمليه التحضير عشان الهجمه. فطبعا دي كلها حاجات اعتقد كلنا شايفينها
ان الجهاز الفني بيقوم بيها بشكل رائع جدا، وانا مش عارف مدى السعاده اللي انا كنت فيها وانا بتفرج على النادي الاهلي في الاربع مباريات اللي في كاس العالم للانديه. كانت في منتهى السعاده ان تيمنا التيم الكبير بطل افريقيا، اكبر نادي في واخد بطولات 144 بطوله، بينافس برشلونه وريال مدريد وبينافس الانديه الكبيره في العالم، اكبر نادي واخد جايب نسبه اهداف، اكتر نادي مشارك، اكتر نادي واخد بطولات افريقيه، مشاركات في نهايه كاس عالم. كل الجمال ده لابد ان احنا ببقى سعيد جدا لما الاداء كمان اداء مع نتيجه. الحته بتاعه ان يجي فينا جولين في سبعه في ثلاث اربع دقائق نتيجه انه عدم تركيز طبعا، يعني عدم تركيز او اخطاء فنيه، لان انا برضو في برضو عناصر ما كانتش عندها الخبرات اللي موجوده، يعني الخطا وارد وهم اخطاوا، يعني هم برضو في ريال مدريد ما اخطاوا، الانفرادات اللي حصلت ديت وحسين الشحات لما كان بيعدي من الراجل بتاع منتخب فرنسا بيعدي منه بيشوطها في وطاهر لما حطها بدماغه في المقص، ما دي برضو اخطاء عندهم. فبس هي الاخطاء ان يعني الجول هنا طلع هنا وطلع هنا. الخطا بتاعنا كان وارد جدا، لكنه محمود على فكره محمود كمان يا كابتن من ضمن الحاجات الراجل ممكن يستعين بيه كهاف ديفندر متولي. يعني انت لو هتلاعب رامي عشان الكوار العاليه او كده فممكن محمود متولي يبقى حتى لو انت ما لعبتوش عايز تلعب بثالث في وسط الملعب ممكن يبقى احتياطي بديل. يبقى احتياطي بديل. فطبعا دي كلها حاجات بتبقى حاجات مهمة جدا للجهاز الفني انه عنده الذخيرة اللي هي ما تخلوش قلقان وتبقى الدكة يعني واخدة راحتها وواقفة على رجليها ويبقى مطمن ان لو حصل أي حاجة في تغييرات. الراجل اللي بتاع الهلال ابتدى يعمل تغييرات، يبقى أنا عندي العناصر اللي هي ممكن تحبطه في عملية التغيير اللي هو بيعملها. فدي كلها مثل هذه المباراة اعتقد التغيير بيبقى اهم مش اهم ولا حاجه ولكن بيبقى له دور كبير في قرايه الماتش. قرايه الماتش انت بتقرا الماتش انك انت درست الهلال وهتبدا بالتشكيل. طب وبعد بدايه التشكيل حصل لقيت الطريقه اللي كان بيلعب بيها قدام سان داونز حاجه مختلفه او دفع بعنصر اخر، على طول انت مش لازم تستنى. لو لقيت ان ده ممكن عامل لك خلل زي ما كان جوزيه بيعمل والكابتن جوهري بيعمل، مفيش مانع ابدا في الشوط الاولاني اعمل التغيير اذا انا في حاجه. مفيش حاجه، انا ماشي كويس خلاص، الامور ماشيه، بكمل الامور ماشيه. فطبعا دي كلها حاجات المدير الفني بيقراها، وبعدين لما بيلاقي التغييرات وحتى والراجل بيسخن لان هو عنده التشكيل ال 11 وعنده الاحتياطي بتاع الهلال ودارسهم وعارف هم بيدفع بيهم امتى، على طول بيبقى عارفهم دارسهم بحيث ان انا ومجرد هيدفع بفيرو الثاني انا ممكن جدا انزل سيرد باك ثاني او انزل حد في نص الملعب بيجيد الحته دي. يعني محمود متولي ممكن جدا يبقى نقطه مهمه جدا ان هو يلعب في وقت من الاوقات وانت كسبان واحد او اثنين العب بثلاثه زي ما حضرتك قلت، يبقى رامي ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ويبقى في خمسه في وسط الملعب زي ما احنا قلنا برضو في ماتش ريال مدريد. فهو عمليه قرايه المباراه بتبقى مهمه جدا، ودي اللي دايما بيبقى اللي انا بتمناها ان دايما المدير الفني المستشارين اللي معاه